الجمعيات المتواجدة، على العكس أنها ستمد يدها لكافة الجمعية وستتعاون مع كافة الجمعيات المتواجدة هنا في مدينة العلائش. إذا نقدم لكم أعضاء اللجنة التحضيرية لسهروا على هذا الإعداد ديال هذا الجمع هذا. كاين عبد الربيع كمنسق عسلام العبادي، كاين محمد أبو العينين، كاين فاطمة الحمامسي، كاين لطيفة هليلو، كاين سي سعاد اليعقوبي، كاين جمال أبو البركات اعتذر مدير ديال الإعدادية تاع الكيل الخطابي اللي واقف معايا جميع المراحل اللي حاولوا يصلحوا معايا، راه اعتذر هذا الشيء لظروف طارئة. هناك أنور العيساوي وكذلك إبراهيم كيرو تحت عضو المكلف المهم الآن توتر طبعا الإعدامي، كاين الأستاذة كانت جميلة جلال كانت معنا في اللجنة التحضيرية وباقا معنا وغتبقى معنا الآن هي الرئيسة ديال هذا الجمع المبارك، كاين دينا الحفيان وكذلك ممثل الجاليه المغربيه ابناء العائش في المنزار السي حميد الضوط السي احمد الضوط اللي كنصحوا في اطار اللجنه التحضيريه. طبعا هذا الشيء كله غادي يدوز للمكتب اللي غيكمل المسيره، وهنا كنفتح واحد القوس وكنوصي بان تكون هناك عضويه لن اقول عنها.